نبدأ مع حضرتك. نقطتين خسرناهم في مباراة استحواذك فيها بنسبة كبيرة جدا، ولكن في النهاية انتهت بتعادل سلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني احنا لسنا مباراة، ان شاء الله انا اعتلي الجدول بإذن الله تعالى في ماتش البلدية، مش عايزين جمهور الأهلي يزعل. ايوه، لكن ده برضه ما هوش مبرر. احنا شفنا المباراة كانت تقريبا من جانب واحد، لكن عدم التركيز. وانا شفت المؤتمر الصحفي الراجل بيقول انا لعبنا اسوأ مباراة من المباريات السيئة. ودايما لما انا ما اكونش قاري الفرقة اللي قدامي بشكل جيد، ودايما بنحترم الفرقة اللي قدامنا، بيحصل الهبوط اللي احنا شفناه زي ماتش الجونة. ابتدينا في نص الملعب بثلاثي غير منسجم اطلاقا، لا الواجب الدفاعي كان بيؤدى ولا الواجب الهجومي كان بيؤدى. صحيح. ودايما مع حضرتك بقول دايما لازم في وسط الملعب يبقى فيه ثلاثة بيجيدوا الدفاع والهجوم، وكل واحد فيهم ممكن يبقى صانع لعب. يعني امام عاشور ممكن يبقى صانع لعب، ديانج في ماتشات كتيرة لما كان في حالته كان بيقوم بالدور ده، مروان نفس، حمدي فتحي كان نفس القصة. احنا خدنا 5 بطولات 13 ماتش كانت فيه ثلاثة في وسط الملعب، والثلاثة بيأدوا الواجب الدفاعي والهجومي. النهاردة في الماتش 7 8 أزرق وثلاثة موجودين جوه 18. طب هنجيب جول ازاي؟ وبعدين نشعلقها نعملها يعني نعملها بالونة. يعني حتى الأوفر، أنا مفروض في الأوفر وأنت باك رايت، الأوفر يبقى بالونة ولا يبقى رايح في قوة ورايحة ورايحة لواحد؟ الواحد ده ما بيبقاش واقف. أنا قلت مع حضرتك الأسبوع اللي فات ما بيبقاش واقف، حتى يعني زميلك هيغلط، أنت صالح الغلط إنك تاخد خطوتين وتروح حاطط دماغك رايحة للجول. إحنا شفنا الأخ حسام حسن النهارده كرة راجعة للشناوي، شوف طار إزاي برجليه الاتنين علشان يقطعها. طب فين الكلام ده إحنا من صلاح محسن النهارده؟ تقريبا ما عرقش. فالبالونة دي اللي تتلعب، أنا يعني أنا بستغرب. يعني هنقول المدير الفني، يعني المدير الفني ده بقاله سنة معاك، يعني أنت كل المدربين والمراحل اللي كانت عدت عليك ما أناش عارف إزاي أعمل أوفر. طب مش عارف إن أنا النهاردة في واحدة لحسين الشحات الشوط الثاني الكرة اتلعبت وراحت عند الراية، راح واخدها وداخل وراح مرقص الراجل ومعدي جوه السكس ياردة في 3 أحمر مفيش حد معاهم، راح عاملها عالية لعلي معلول او لامام عاشور اللي الولد وقع فيها وحاول ياخد وقت. طب ما انا العبها على الارض، العبها على الارض وانا في ثلاثه، يبقى اذا هل هو متعمد ان هو يضيعها؟ لا لا طبعا، بس هو مش مركز. اوكي، مفيش حته التركيز دي. طبعا الكوره الثابته برضو الراجل اتكلم عليها. طيب انا يعني الراجل المدير الفني بيديني البرواز دايما يا كابتن. صحيح، يعني يقول لي انت هتلعب النهارده 4 3 3، هتلعب كذا يا فلان، انت زيد هنا لكن يا فلان. انا اشوف بقى الملعب ماشي ازاي، انا ايه اللي مقفول، انا إيه اللي كابتن مفتوح. ابدع انا اللي انا اعمل الابداع. النهارده في الكورنر هل الراجل طالب منك ان الكورنر لازم يترفع؟ لا ما اعتقدش، وخاصه ان احنا جالنا النهارده كام كورنر وما اتعملش فيهم حاجه بقى لغايه اخر حاجه 13، ما اعرفش كملت لكام. وبعدين في علي معلول بيروح، طب واقف جنبه كريم، العبوا مع بعض. طب العبوا مع بعض، وبعدين يا علي اطلع لبره، وبعدين كريم ممكن يروح يراوغ او يلعبها لعلي لبره او يلعبها لامام عاشور، بيبقى في ثلاثه واقفين على 18 مفيش حد معاهم. ايوه صح. فكل الامور ديت نتيجه عدم تركيز.